السلام عليكم، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. اليوم رح نكمل الجزء الأخير من تيارات البحرية. بعد ما تعرفنا بالفيديو السابق حكينا عن العوامل المؤثرة اللي أدت إلى نشأة تيارات البحرية، وبلشنا بالدفع الناشئ من الرياح السطحية. طبعا اليوم رح نحكي عن السبب الثاني الرئيسي، ورح نكمل عن أهمية التيارات البحرية. طيب، تاني سبب حكينا من العوامل المؤثرة في تكون أو نشأة التيارات البحرية واختلاف كثافة المياه. طبعا اختلاف كثافة المياه إنه مثلا كنا بنعرف إنه كثافة المياه العذبة أكيد بتختلف عن كثافة المياه المالحة، وكثافة المياه الدافئة بتختلف عن كثافة المياه الباردة، وكنا بنعرف إنه المياه الباردة بتنزل إلى أسفل، ليش؟ لأنه كثافتها أعلى، بينما المياه الدافئة بترتفع إلى أعلى، ليش؟ لأنه كثافتها أقل. لانه كمان انه الماء البارد او المياه الباردة بتكون جزيئاتها متراصة، فبالتالي بتكون كثافتها اعلى، فعشان هيك ايش بتنزل او بتنزل الى اسفل، بينما الماء الدافئ فبتكون جزيئاته متباعدة فكثافتها اقل، فبالتالي بتصعد الى اعلى. طبعا اللي بتصعد لاعلى بنسميها رح تكون عنا التيارات الصاعدة، ورح يكون عنا تيارات هابطة، فبتعمل لي هاي نتيجة الاختلاف في درجة حرارة المياه سواء المياه الدافئة أو الباردة، بتعطيني حركة، هاي الحركة بتنشئ لي التيارات البحرية، بالإضافة إلى إنه اختلاف الكثافة المياه ودرجة الملوحة بتسبب لي برضه في حركة المياه، يعني اختلاف التركيز. تمام، فبنقدر نحكي إنه تيارات الكثافة هي التيارات اللي بتنتج أو بتحدث نتيجة اختلاف درجة الملوحة، اللي هي بتعطينا العلاقة بالكثافة من مكان لآخر في البحار والمحيطات. تمام، طيب هاي الحركة حكينا بتعطيني إيش؟ تيارات بحرية. طب شو أهمية التيارات البحرية؟ أول إشي عنا إنه التيارات البحرية الباردة الغنية بالأكسجين المذاب. هلأ التيارات البحرية الباردة هي طبعاً اللي بتكون على السطح بعدها بتنزل لأسفل، ليش؟ لأنه كثافتها عالية. طبعاً لما تكون على السطح بالأول، لما تكون قريبة من الغلاف الجوي بتذوب فيها أو بتكون كمية الأكسجين المذاب فيها عالية، بالتالي لما تنزل لأسفل محملة بهذا الأكسجين المذاب بتزود لي قاع المحيط بالأكسجين الضروري. كنا بنعرف إنه الأكسجين هو أساس الحياة، فهو ضروري لكتير أو للكائنات الحية اللي بتعيش بالأعماق. كمان إنه عنا التيارات البحرية بتسهم أو لها عامل رئيسي في توزيع الحرارة وتنقل الدفء من السطح إلى الأعماق. كنا بنعرف إنه السطح أو كمية المياه بتكون في ضحلة أو قليلة، فبالتالي بتعرض لكمية الضوء والأشعة بكمية أكبر أكثر من الأعماق، فبالتالي بتكون إيش؟ أدفأ. فهاي التيارات بتسهم تنقل الدفء من السطح إلى الأعماق اللي بتكون الأعماق هي أبرد. ثانيا أو ثالثا ممكن نحكي طبعا إنه التيارات الصاعدة بتحمل لي، طبعا وهي صاعدة إلى أعلى، بتحمل لي الفسفور والسيليكون اللي جاي من الأعماق إلى السطح. طبعا من الأعماق نتيجة إنه في كائنات حية بحرية غنية بهاي العناصر. كمان عندنا انه كميات من ثاني اكسيد الكربون CO2، طبعا كنا بنعرف CO2 طبعا ضروري كتير لحياة العوالق البحرية النباتية والطحالب، ليش؟ لانها بتصنع غذائها بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي، فبالتالي هذا ثاني اكسيد الكربون CO2 ضروري لهاي الكائنات. طبعا بما انه ضروري، طبعا بيصير عندي كمية من العوالق البحرية النباتية والطحالب بشكل كبير، طبعا هاي العوالق النباتية رح تكون أساس أو بتشكل لي غذاء أساسي للعوالق طبعا الحيوانية الأخرى، فبالتالي بتغذى عليها الأسماك والكائنات البحرية، فبتشكل لي إنه التيارات الصاعدة رح تكون مناطق للثروة السمكية أو بتكون غنية بالأسماك والكائنات البحرية. زي ما احنا شايفين هون المناطق بتكون غنية بالثروة السمكية. تمام، تاني أهمية رئيسية إنه التيارات البحرية بشكل عام الدافئة، طبعا بما إنه حكينا إنها دافئة، ليش؟ لأنها بتكون قادمة من إيش؟ المناطق الاستوائية، فبتعمل على تدفئة سواحل بتمر فيها، بينما التيارات الباردة من وين جاي؟ من المناطق القطبية أو المناطق الباردة، بتعمل على تبريد السواحل اللي بتمر فيها. طبعا هاي النقطة حكينا عنها في الفيديو الماضي. مثلا معطيني مثال، عندك سواحل الغربية لأوروبا الشمالية، طبعا بسبب مرور تيار الخليج الدافئ طبعا رح تكون أدفأ، هاي السواحل الغربية لأوروبا أدفأ بكتير من السواحل الشرقية لكندا وشمال الولايات المتحدة، ليش؟ لأنه سواحل كندا وشمال الولايات المتحدة بتتأثر بتيار لابرادور طبعا البارد، بينما الغربية لأوروبا بتتأثر بالخليج الدافئ. عشان هيك طبعا مياه الساحل الغربي او لاوروبا الشماليه
ما بتجمد ولا شهر من الشهور السنة، وعشان هيك حركة المونق فيه شغالة ما بتتوقف. ليش؟ لأنه دافئ، ما بصير عندي تجمد، عكس إيش؟ السواحل الموجودة لشمال الولايات المتحدة وكندا. تمام. ثالث أهمية رئيسية إنه التيارات البحرية كمان إلها دور كبير وفعال في اعتدال درجة حرارة سطح الأرض. يعني كيف؟ هلا بتعمل لي، بتنقل لي الحرارة من المناطق والأماكن اللي فيها فائض حراري، طبعا المناطق الاستوائية يعني اللي حرارة فيها مرتفعة، إلى المناطق أو إلى الأماكن اللي فيها عجز حراري اللي بتكون باردة. فبالتالي هاي التيارات البحرية كمان تسهم إنها لها علاقة كمان في رطوبة الهواء، يعني لها علاقة في المناخ كمان، إنه الرياح اللي بتمر على تيارات دافئة طبعا ايش رح تكون اقدر او اكثر قدرة على حمل بخار الماء من الرياح بتمر على تيارات الباردة. فعشان هيك بصير عندي سقوط امطار غزير، لانه بتكون محملة ببخار الماء العالي في السواحل بهب فيها ايش تيارات الخليج. لو حكينا تيارات الخليج بتكون دافئة، فعشان هيك بنعتبر تيارات الخليج مصدر من مصادر المياه او من مياه المطار الغزير. تمام. رابع أهمية رئيسية من أهمية التيارات البحرية إنه لما يصير عندي التقاء أو اجتماع للتيارات البحرية الباردة والدافئة، يعني اختلاف بالكثافة طبعا ما ننسى، رح يصير عندي ضباب وانصهار ثلوج اللي بتدفعها من التيارات الباردة، فبالتالي بصير عندي ترسب. هذا طبعا الالتقاء بيعمل لي أهمية إنه بيرسب لي المواد العالقة، فبالتالي بصير عندي شواطئ بحرية. بما انه صار عندي شواطئ بحرية اكيد رح تتجمع الاسماك عندها، فبصير عندي مناطق بتكون غنية بالمصائد الاسماك. عشان هيك مناطق الالتقاء التيارات البحرية هي من المناطق الغنية بالاسماك، او تعتبر من المصائد الاسماك الغنية في العالم. تمام. هلا بدنا نحل اسئله الفصل الموجوده عندنا صفحه 64 وصفحه 65 وصفحه 66. طالب مني بالسؤال الاول اختر رمز الاجابه الصحيحه لكل مما ياتي. 1. اذا علمت ان متوسط درجه الحراره والملوحه لمياه المحيط الاطلسي 3.7 درجه مئويه، وبالنسبه للملوحه 35 جزء بالالف، وللبحر الابيض المتوسط 12 درجه مئويه و39 جزء بالالف على الترتيب. طبعا هاي ملوحته. عند دخول مياه المحيط الاطلسي الى البحر المتوسط فان، طبعا انه اجابه صحيحه من الف باء جيم دال، طبعا رح تكون عندنا مياه المحيط الاطلسي تنخفض تحت مياه البحر المتوسط. طيب 2. طالب مني من اهميه التيارات البحريه الصاعده انها، طبعا جواب الاصح هو جيم، لانها تقوم بحمل الفسفور والسيليكون من الاعماق الى السطح. 3. تكون حركة جزيء الماء في أثناء حركة الأمواج البحرية، بما أنه بحكي عن جزيء الماء نفسه فرح تكون حركته با ثابتة. 4. طالب مني عندي يبين الجدول 3-2 الطول الموجي لأربع موجات بحرية رمز إليها بالرموز عين صاد سين كاف، يكون ارتطام الأمواج البحرية الأربعة بالشاطئ على الترتيب كما يلي. يعني عندي هون جدول، هذا الجدول ببين لي رمز الموجة وطول هالموجة بالأمتار، أنو ترتيب أصح من هدول؟ طبعا الترتيب رح يكون عندي صاد عين كاف سين. ليش؟ لأنه من الأقل طول موجي للأعلى طول الموجي هو الترتيب الصحيح. طيب السؤال اللي بعده بحكي إنه يمثل، السؤال الثاني يمثل الشكل 3-17 تغير الملوحة بتغير مسطح المائي، إذ يمثل كل لون قيمة الملوحة، أدرس الشكل جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. معطيني او ماخذ ثلاث مواقع مختلفة الف با جيم، كل واحد موقعه مختلف. طبعا عندي هون مؤشر الملوحة، طبعا الملوحة جزء بالالف. طالب مني بالف المسطحات المائية اقل ملوحة، الف ام باء ام جيم؟ بما انه زي ما احنا شايفين هون مؤشر الملوحة بيختلف الالوان، طبعا هيك عم تزداد الملوحة. الف باللون الاحمر يعني تقريبا هون رح يكون موجود، اما باء باللون الاخضر هون موجود، اما جيم اللي هو الازرق فاتح او الابيض المائل للبياض هون انه اقل الملوحة. طبعا جيم لانه زي ما احنا شايفين قريب من الاقطاب، هاي اول اشي. ثاني اشي هاي حسب المؤشر رح يكون اقل ملوحة، اذا الجواب رح يكون مسطح المائي جيم هو اقل ملوحة. طالب مني بقى ما العامل الرئيسي المؤثر في تغير درجة ملوحة هاي المناطق، هذه المناطق اكيد رح تكون درجة الحرارة. تمام. جيم صف علاقة تغير الملوحة بتغير درجة الحرارة، طبعا كل ما زاد درجة الحرارة اذا زاد التبخر فزاد عندي الملوحة. طالب مني بسؤال 3 ألف تؤثر درجة الحرارة في تغير الكثافة بناء على دراستك لخصائص مياه البحار والمحيطات، ما أنواع تيارات الكثافة التي يكون اختلاف درجة الحرارة هو العامل المسبب لها؟
عندنا ثلاث أنواع، واحد تيارات الناتج عن التبخر، اثنين تيارات الباردة، ثلاثة تيارات الباردة الصاعدة. عندنا با بين دور تيارات الكثافة في تزويد البحر الأحمر بما يحتاجه من مياه على الرغم من تبخر المرتفع نسبيا وعدم وجود أنهار تصب فيه. طبعا كيف بده يعوض البحر الأحمر هذا التبخر اللي بيصير في فصل الصيف؟ طبعا عندنا في فصل الشتاء انه بعوض البحر الأحمر كمية المياه المفقودة. طبعا ليش مفقودة؟ لأنه صار التبخر. طبعا تبخر المياه في أثناء فصل الصيف عن طريق انه بينتقل كميات كبيرة من مياه الخليج عدن إليه عبر مضيق باب المندب، فبصير عندي طبعا هاي الكمية التبادل بالمياه اللي بتصير عن طريق مضيق باب المندب تقريبا هي 3000 كيلو متر مكعب. طبعا بتصب وين؟ في البحر الأحمر، يعني لصالح البحر الأحمر، فعشان هيك بعمل لي أو بسبب لي تيارات الكثافة الناتجة عن اختلاف كل من السطحين. طيب السؤال الرابع طالب مني ألف إذا كانت جزيئات الماء لا تتحرك باتجاه حركة الموجة فكيف تفسر ركوب الرياضيين الأمواج؟ طبعا ليش؟ عن طريق أو إنه جزيئات الماء بتتحرك حركة دائرية أو إهليجية فبتعملي على دفع الرياضيين إلى الأمام. با عندما أبحر كولومبوس من البرتغال متجها نحو الغرب لم يصل إلى أمريكا بل وصل إلى جزر الأنتيل الكبرى الواقع جنوبا، لماذا؟ طبعا حسب الشكل الموجود عندنا في كتابنا صفحة 66. ليش؟ لأنه طبعا اتحرك باتجاه حركة تيار الخليج. هيك إن شاء الله بنكون أنهينا أسئلة الفصل. طبعا مع نهاية حل أسئلة الفصل قدرنا إنه ننهي العلوم الأرضي الجزء الثاني للصف العاشر. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله نكون استفدنا من كل الفيديوهات السابقة ويعطيكم العافية.